قد لا تبدو الاحتفالات هنا في مدينة نالوت مختلفة عما شهدته سائر المدن الليبية بعد سقوط طرابلس وهروب معمر القذافي منها في أغسطس آب من عام 2011. هذا الطاغي الذي حكم 42 عام. ولكن وراء هذه الوجوه المبتهجة اليوم قصص أخرى كانت يوماً مصدر خوف وقلق. مع سقوط طرابلس سقط نظام القذافي الذي اعتبره بعض سكان المدينة من الأمازيغ مصدر قمع لهويتهم على مدى عقود. من حول الوجه الخضر لليبيا إلى وجه أسود؟ من جاب طائرات النصارى؟ من الليبي اللي صفق لطائرات الناتو وهي تقتل أولادنا في كل ليلة في كل يوم في شهر رمضان؟ هذا ليبي؟ هذا مسلم؟ هذا حتى إنسان؟ إبليس ما يديرش هذا الموقف. ولكن الاحتفالات لم تكن ممكنة لولا المعارك الطاحنة التي سبقتها، معارك لم يغب الأمازيغ عنها مثل هذين الشابين حسن وسعيد من جبل نفوسة. التقينا بهما في أحد تلك الأيام الحاسمة على الطريق إلى إحدى جبهات القتال على مشارف طرابلس. شابان أمازيغيان متحمسان في طريقهما مع آخرين إلى المعركة التي ستحسم مصير القتال. ما لا يعرفه حسن وسعيد اليوم هو أن واحداً منهما فقط سيعود إلى أسرته سالماً. بنات وكيف طالعين من مدينة إفرن ومتوجهين بإذن الله للوطة لبرزنم، بتمركزوا في وادي الحي غادي الكتائب موجودين في المنطقة تقولوا لها راس اللفعة، وحاليًا في أجابة دفاعية يعني ما حتى اشتباكات كروا فر بيننا وبين كتائب الدافع، وما زال موجود الاشتباكات طوار موجودين في مفرق الزاوية، وتوا بإذن الله يعني ما زال 30 كيلو ممكن على الزاوية. أول شيء هي بلادي وحريتي، وثاني شيء هي شنين تثبيت هويتي في بلادي، لأن القذافي كان قمعنا وقمع هويتنا لمدة 4 عقود قصدي زي ما نعرفه كلنا. وإن شاء الله توا دور الأمازيغ والهوية الأمازيغية إن شاء الله القدام في ليبيا إن شاء الله حيكون يعني ثابت، وحنطلع إحنا بالهوية وحن إن شاء الله عند صغارنا الدفناغ والقراءة والكتابة إن شاء الله، وحنعلمه حتى باقي الليبيين لأن هي هوية وطنية يعني مش تقتصر على عرق وكذا. إن شاء الله. لا يوجد للأمازيغ في ليبيا تعداد دقيق، إلا أن بعض الإحصاءات تضع نسبتهم بين 15% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 6 ملايين. أمازيغ ليبيا يتحدثون عن عقود من الاضطهاد والحرمان على أساس الهوية تحت حكم القذافي، شعور لم تخففه مؤشرات أوحت في وقت سابق أن القذافي حاول الانفتاح على الأقلية الأمازيغية عام 2006 عندما رفع مثلاً الحظر الذي كان مفروضاً على الأسماء الأمازيغية. تلك السياسة شهدت تذبذباً واضحاً، وظل الحظر على الأسماء الأمازيغية يتأرجح ما بين رفع وتطبيق حتى العام 2009 حين فرض ولم يرفع مرة أخرى إلى أن سقط نظام القذافي. ما نرويه هنا لن يكون بأي حال قصة أمازيغ ليبيا، فالأمازيغ يتباينون في الرأي فيما بينهم، منهم من يسكن الجبال ومنهم من يميل إلى الطابع البدوي الصحراوي مثل قبائل الطوارق التي حارب بعض منتسبيها إلى جانب القذافي الذي دعمهم هو بدوره مادياً ومعنوياً في صراعاتهم مع دول الجوار الإفريقي كمالي والنيجر. ما سنتناوله هنا هو قصة 6 أشهر
من الاحتجاجات والمعارك في ليبيا وكيف عاشتها أربع مدن ليبية يسكنها ليبيون من أصل أمازيغي. مدننا الأربع هي نالوت وجادو ويفرن والقلعة، وجميعها تقع في المنطقة الجبلية غرب ليبيا والمعروفة بجبل نفوسة. المظاهرات واستهداف رموز حكم القذافي كانت السمة الغالبة على أول أيام الثورة ضده، وكذا كان الحال في نالوت التي اشتعلت فيها الشرارة منذ اليوم الأول. وكان الرمز المستهدف تمثالاً لكتاب القذافي الأخضر. ما لبثت بعدها المظاهرات أن اشتعلت في جادو لتحل رموز محل الرموز. ثم تكرر الأمر في يفرن والقلعة. عقود من الصمت يقول الأمازيغ أن الترهيب والتعذيب وربما التغييب كان فيها مصير من حاول منهم رفع الصوت بالاحتجاج على قمع الهوية أو حتى للمطالبة بحرية تعلم لغة الآباء، لتصبح إجابة البعض بديهية على سؤال مشاركتهم منذ البداية في الثورة ضد القذافي، كما هو حال أكرم الذي يضيف بعدا تاريخيا للقصة. كلمة إمازيغ تعني الأحرار، بيطالبوا بالحرية بشتى الوسائل، وحاولوا على مر السنوات أنهم يديروا محاولات. صارت محاولات انقلاب، شاركوا فيها أمازيغ، شاركوا فيها من نفس منطقتي نالوت، صارت كذا مشكلة في يفرن، كذا مشكلة في جادو. يعني مش جديد علينا الأمازيغ، طول العصور نطالبوا بالحرية، طول العصور مساندين للأحرار. هذه هي طبيعتنا. بالنسبة للقذافي، الأمازيغ حاربهم وعلن عليهم حرب يعني شرسة ما يتصورهاش العقل. حتى أن في خطاباته اللي وجههم في جادو، تذكر تقريبا في سنة 87 ممكن ولا في 86، أن قال لهم أن حتى اللي يرضع حليب من أمه الأمازيغية وتعلم في كلام أمازيغي، هذا يرضع في سموم، وهذا يتعلم في لغة الاستعمار. يعني حاجات ما يلهمش تفسير، يعني تم يعني اضطهاد بمعنى الكلمة. يعني عندنا الشهيد سعيد السفاو المحروق، يعني يعتبر من الناشطين الأمازيغيين في فترة الثمانينات، اغتيلة يعني عندما قدروش يعني يخلوه يوقف من الفكرة متاعه ولا يقتلعوا له الفكرة من رأسه، صفوه جسديا. عندنا مثال هنا في نالوت، الدكتور عمر نامي والشيخ علي يحيى معمر، حتى هما علماء، حتى هما أمازيغ من نفس المنطقة، حتى هما نفس الموضوع عدمهم. مثل غيره من الأمازيغ، تربى أكرم على قصص مثل قصة الدكتور عمر خليفة النامي الأمازيغي الليبي الذي حصل على الدكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة كامبريدج البريطانية عام 1971. بعدها عاد إلى ليبيا مدرساً في جامعة بنغازي ثم طرابلس قبل أن يعتقل ثم ينفى إلى الولايات المتحدة، ومن بعدها ينتقل إلى اليابان. وفي نهاية السبعينات قرر النامي العودة إلى وطنه، إلا أنه قرر أن يهجر مهنة التدريس ويتجه إلى رعي الأغنام في مسقط رأسه نالوت. وبالرغم من ذلك اعتقل مرة أخرى عام 1984، ومنذ ذلك الحين اختفى أثره. وعقب اعتقاله هدم نظام القذافي بيته بعد إخلائه من ساكنيه، وكان الوقوف على أطلال هذا البيت جريمة يحاسب عليها صاحبها. ومع بداية الثورة ضد القذافي تجمع الأمازيغ حول أطلال بيت النامي في نالوت إحياءً لذكراه، معلنين أنهم لم يفقدوا الأمل بعد في العثور عليه حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر،
ما شهدته مدن مثل نالوت لم يكن بمعزل عن الحراك الذي شهدته سائر المدن الليبية، وإن كان المشهد قد تطور نحو العنف بشكل أسرع في مناطق ليبية أخرى، لا سيما الشرق الليبي، حيث أدت المواجهات التي اندلعت في بنغازي إلى مقتل العشرات في 19 من فبراير شباط. وبعد سيطرة المناوئين للقذافي على مدينة بنغازي في 20 من فبراير، سرعان ما لحقت العاصمة طرابلس بالمشهد، وكان التجمع في الساحة الخضراء في نفس اليوم. أحد شباب الأمازيغ الذين شاركوا في هذا التجمع كان محمد، الذي قابلناه لاحقاً في سبتمبر أيلول على إحدى نقاط التفتيش. والله بالنسبة لي أنا عمري 19 سنة وجيت هنا، بالنسبة لي أنا عمري أقل واحد في التوار اللي معاي. كنت في طرابلس لي توا الشهر جاي من طرابلس، طلعنا عن طريق راس جدير وجينا هنا، تدربنا على السلاح، على حمل السلاح. بدايتها يعني كانت التجمعات في الدرابي، في فشلوم، في بن عاشور، في السياحية، في الحي الإسلامي، ويعني الليبيين كلهم في المناطق هذه كلهم توحدوا وجوا صف واحد ومروا على أكثر من مكان وخشوا للساحة الخضراء. بالنسبة للساحة الخضراء كانت المظاهرات غادي بتطالب بإسقاط نظام معمر، وكانت يعني ناس كثيفة في الساحة الخضراء. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد. وقابلنا القذافي بالميمطاز زي ما قلت لك، وبالرشاشات وبالكلاشنكوف والإفن، فيعني في ماتوا فيها ممكن 200 شهيد سقط في المعركة هذه في ساحة ميدان الشهداء، ويعني احنا كنا عزل من غير سلاح. الطبع المسلح للمواجهة ما لبث أن تصاعد سريعاً، وبينما أرسل القذافي قواته إلى المدن الليبية لقمع الانتفاضة ضده، كان مسلحون مناوئون له يسيطرون على مدينة مصرات الساحلية ويطردون منها قواته في 24 من فبراير. وهنا في جبل نفوسة لم يختلف الوضع كثيراً، حيث أرسل القذافي بقواته إلى المنطقة أوائل مارس آذار، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الجانبين، منها تلك الاشتباكات في جادو وفي نالوت، حيث تطوع الكثيرون بشكل بدا عشوائيا للقتال ولإخلاء الجرحى من ساحة المعارك. الهجوم شمل أيضاً مدينتي يفرن والقلعة، حيث لم يكن عتاد المسلحين المناوئين للقذافي مكافئاً بأي حال لقواته، ما حسم الموقف سريعاً لصالح قوات القذافي. بدأ حصار طويل للمدينتين، وتظهر هذه الصور قوات القذافي على مشارف مدينة القلعة يزهون بنصرهم آنذاك. أما نالوت المهمة استراتيجياً بسبب قربها من الحدود التونسية، فلم تسلم هي الأخرى من ردة الفعل الغاضبة، واستمر القصف عليها. لم تخمد هجمات قوات القذافي الانتفاضة ضده بشكل كامل،
فتبادلت قواته والقوات المضادة السيطرة على المواقع في جبل نفوسة دون حسم واضح للمعارك خلال شهر مارس. أحد نماذج الكر والفر بين قوات القذافي والقوات المعادية له كان على بعد عدة كيلومترات من نالوت في منطقة حيوية على الحدود مع تونس عند معبر الذهيبة. في 21 من فبراير نجح المعارضون للقذافي في السيطرة على المعبر، لكن وخلال أقل من أسبوع استعادت قوات القذافي السيطرة، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً كما أخبرنا بهذا المراقب التونسي الذي رفض إظهار هويته. الشيء اللي خلاهم يدخلوا على الحدود معناتها الصحراوية أنه تواجد كتيبة للقذافي في منطقة العبور واتلب. بعد ما تم الاستيلاء على هذه النقطة من طرف الثوار ولا الدخول معناتها للأخوين وأشقائنا الليبيين عبر المنفذ هذا لحوالي أسبوع أو أكثر بقليل، لكن عادوا الاستيلاء على البوابة من طرف كتائب القذافي لمدة ساعات قليلة، ثم أعيدت من طرف الثوار هذه النقطة إلى حد هذا اليوم. هنالك معارك كبيرة تدور راحها في هذه الجبال. أمامكم حرب ضروس بالفعل يستعمل فيها الكتائب القذافي جميع ما أوتي من قوة. وفي 17 من مارس بدأت إرهاصات تحرك حاسم يصب في صالح القوات الثائرة ضد القذافي. ففي هذا اليوم أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض منطقة حظر جوي على ليبيا وسمح بعمليات عسكرية يكون هدفها حماية المدنيين. التطبيق العملي للقرار جاء سريعاً وكان عن طريق حلف شمال الأطلسي الناتو الذي وجه أولى ضرباته إلى قوات الدفاع الجوي التابعة للقذافي في 19 من مارس آذار ليمنع بذلك تقدم قواته المتوجهة إلى بنغازي شرقي البلاد. ومن بين ضربات الناتو كان الهجوم الذي استهدف قواعد عسكرية للقذافي في تاجوراء إحدى ضواحي طرابلس الساحلية. وتاجوراء كلمة يرجح أن أصلها يعود إلى كلمة تاجورة الأمازيغية والتي تعني المشي بلهجة أمازيغ الساحل. وضربات حلف الناتو لم تصب دائماً أهدافها، فوقعت أخطاء قاتلة راح ضحيتها أبرياء، من بينها قصف أدى إلى سقوط مدنيين في مدينة جادو. بالنسبة لضربة الناتو هذه تعتبر غلطة، ما هيش ضربة، يعني كنا متقدمين على مجموعتنا على مشارف بدر وحاولنا يعني نستريحوا شوية هيك للحظات، وفجأة يعني صارت صواريخ الناتو تنزل علينا، يعني ممكن 6-7 صواريخ مش معروف، واستشهدوا فيها 11 نفر ونترحم على شهدائهم، وما فيش يعني لا منتكلم ولا منطلب تحقيق. وبالنسبة للمجلس العسكري تاع جبل نفوسة الناطق باسم المجلس، يعني لا طلب تحقيق ولا طلب مؤتمر صحفي ولا ترحم على الشهداء وتحقيق، يعني نبوا حتى في بالنسبة للناتو لا طلب منهم الاعتذار ولا منتكلم، وهذا اللي صار لنا، يعني احنا نطالبوا بالأمور هي. كانت هجمات الناتو الجوية عاملاً حاسماً في المعارك ضد قوات القذافي، مما شجع الثائرين ضده على دراسة خياراتهم في وسائل توظيف هذه اليد العليا التي انضمت لهم. ولكن افتقاد الثوار للتدريب العسكري والاحترافية اللازمة بقي أحد أهم نقاط ضعفهم في مواجهة قوات القذافي جيدة التدريب. لاحقاً زرنا مركزاً للتدريب في نالوت وتعرفنا من خلاله على جزء من الحل الذي تغلب به معارضو القذافي على نقص التدريب. السبب اللي خلانا ندير الكتيبة بحكم التنظيم، لأن كانت عشوائية في البداية، توار حركة توار، ولكن فكرة تنظيم الكتيبة بحكم بيصبح كأنه جيش منظم
رتبنا ترتيب، فلهذا لازم من كتيبة وتدريب على المسير وتدريب على الأسلحة وتعليمات وتنظيم، يعني تنظيم الثوار. هي مدرسة طبعا، ولكن بحكم الظرف لقينا أنسب شيء بالنسبة للطلبة أن فيها فصول، فيها مقاعد، فيها مسرح، فيها أماكن إدارية، فيها ساحة، فلقيناها الأنسب في البلد، الأشياء اللي موجودة، المرافق الموجودة في البلد أنسب أن تكون للطلبة. واضح؟ وراء ضر بالسلاح نتاع هذا السلاح، المذرعات كلها ومضادات طيران، وطبعا تكن هذا التبديل ان شاء الله، هذو اللي جوه لي كل من طلبه كلهم متطوعين وكلهم متحمسين ان شاء الله. بالنسبه كيف بدينا الكتيبه هذه وكيف اسسناها، هذه كل واحد يعني لقى روحه عامل، اللي عنده في حاجه، اللي عنده عسكري عسكري، واللي طباخ طباخ، كل واحد لقى مكان واحد يعني. مناضق فكك تفكيك عكس التركيب، يعني شبه بديناها بثلاث طلقات، بديناها بثلاث طلقات في الكلاشن، وفي السلاح يعني نصنعه فيها احنا يتسمى المقرون، يعني سلاح صيد، يعني بدينا به وحنكملوا به، ما عندناش مشكلة. الكتائب ما عادش تفكر انها تركب لبواب الوازن او لاحتلال الجبل او ركوب الجبل، هذا ما عادش يفكروا فيه، حتى لو خلينا الجبل فاضي الطريق اللي يؤدي للجبل ما يركبوش، لان ما عادش فيه امكانيه لا قتاليه ولا نفسيه لقتال الثوار. هذه الكتائب الغدافي يعني غير عمليه وقت، عمليه وقت، يعني جيش محصور تحت الجبل ما عنداش اي هدف، حتى هدف ما عندهاش. لو نشوفوا حتى جغرافيا، اذا شفنا القوات اللي موجوده في الغزاه وتكون شنو ممكن بتدير، يعني هم يعرفوا انه مستحيل يركبوا فوق، يعني وجودهم نفسه وجودهم يعني ماليش اي اهميه استراتيجيه. لم تكن القوات المعارضه للقذافي كلها من المتطوعين قليلي او عديمي الخبره، بل استفادوا من الخبره الاستراتيجيه والميدانيه لقاده عسكريين انشقوا على القذافي، مثل العقيد أحمد يارو الذي انضم إلى الانتفاضة ضد القذافي منذ بدايتها في فبراير، رغم علمه أن عقوبة ذلك هي الإعدام بتهمة الخيانة. بعد وصلت أنا خلاص التحقت بالثوار على طول ومشيت للمجلس المدني، ويعرفوني طبعا، وأعلنت انضمامي. في البداية كان سري، وبعدين تخش للتصوير وخش البرنامج. واني لو طلعت في البدايه في الاعلام، انا عندي ولد امي حبسوه تو طلع في مع الثوار في فرج الثوار للسجون، هم اللي يفرجوني لان قريبي ولد عمي. عمل العقيد يارو كما فعل غيره على استخدام ما لديه من امكانات محدوده على الارض لدعم المواجهه، لا سيما للسيطره على ممرات الجبال، والتي كانت أمراً مصيرياً، لأن من يتحكم بتلك الممرات يستخدمها لقطع الإمدادات عن الطرف الآخر. إحنا الاستراتيجية متاعنا تكمن في غلق ممر المرابح، هذا أهم استراتيجية، أهم شيء درنا عملية غلق أو إغلاق الممر، هذه هي الاستراتيجية الصحيحة درناها. لكن البداية كان سدود عادية، مرة التراب اللي شفته نزلناه من يمين ويسار والثوار طبعا اشتغلوا، لكن فكره الحاويات بعدين ضفناها احنا، كان السدود نتاعنا خلف الحاويات، هذه الحاويات زدناها قدام وعبيناها بالتراب، هذه فكره من مصر تجد، فهي هذه الفكره، ما فيش في البدايه ما فيش الا تراب، وبعدين دعمناها قبل الحاويات دعمناها بالدبابات. انا شفتها الا ان كل التدريب والدعم الخططي لم يكونا بالطبع كافيين لحسم المعركه على الارض دون وجود مصادر كافية للسلاح
وهي حاجة تعددت وسائل تلبيتها. ففي مدينة جازو على سبيل المثال بدأ العمل على تصنيع الأسلحة محلياً. وكذلك استحوذ المقاتلون على الأسلحة التي وقعت تحت أيديهم بعد السيطرة على مخازن تابعة لقوات القذافي. ومع السيطرة على المعبر الحدودي مع تونس تيسرت عملية إدخال السلاح إلى القوات المعارضة للقذافي كما شرح لنا العقيد يارو. أنا كنت من أحد الناس اللي ساهموا في التدخيل حتى الأسلحة بصراحة. أنا اللي كنت نستلم فيه جرزيس وتخش بطريقة بأخرى طبعا بعلم السلطات وكذا شيء هذا متفقين فيه. يعني ما فيش تكافؤ، احنا نحارب يعني مجموعة ثوار أو ثوار شعبيين ببنادق سيد ببنادق كلاشينكوف نحاربوا في دولة اللي هي دولة القذافي بالأسلحة المتطورة 14.5 و106 والراجمات والجرات. هذا يعني جيش يحارب جيش يفترض. قرارات الأكاديمية ما تمشيش في الحروب الشعبية، فالقرار نتخذ فيه في الميدان. قطر دعمتنا في الأخير، حتى في البداية اللي كانت أصعب شيء ما دعمنا حد، لكن في الأخير طبعا جت المساعدات والإعانات. 30 من مايو أيار بدأ التراجع الملحوظ لقوات القذافي، وتزامن ذلك مع ظهوره بعد شهر من الاختفاء ليجدد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار خلال زيارة جيكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا إلى طرابلس. تصاعدت خلال تلك الفترة الانشقاقات عن القذافي بين المقربين منه، وكما عكست الانشقاقات ضعف موقف القذافي انعكس ذلك أيضاً على التطورات الميدانية، فتسارع فقدان قوات القذافي لسيطرتها على مواقعها. ففي بداية يونيو على سبيل المثال تم فك حصار قوات القذافي في مدينتي يفرن والقلعة، وسيطر أهل مدينة يفرن على مستشفى المدينة الذي كان أحد المراكز الحصينة لقوات القذافي. ولكن حقيقة ما جرى خلال حصار المدينتين لم يتكشف إلا بعد انتهاء الحصار بشهرين كاملين، عندما ظهر على موقع اليوتيوب هذا الفيديو الذي يصور عملية إعدام جماعي لمجموعة من سكان مدينة القلعة. حينها بدأ سكان المدينة في البحث عن موقع تلك الجثث، إلى أن عثروا بعد أسابيع من البحث على 34 جثة لأشخاص تم إعدامهم وهم مكبل الأيدي. تلك كانت جنازاتهم. عنده في عليين وما أدراك ما عليون، وأن يحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء. بعد ذلك قمنا بزيارة عائلة اثنين من القتلى، سليم وربيع العذابي. وربيع 81. من عائلة العذابي. نقول لهم وليدي راس وليد، علاش حرام عليكم وليدي راس وليد؟ لكن حسبي الله فيهم وانا عامل وكيل. يا رب هذا رئيس الكتيبه قال لها شيبانية، يقول لها حشر تقولوا علينا يهود، احنا اليهود، هذا من اليهود اللي في ديرو، هذا من اليهود، انتم القلعه مصيبه، القلعه مصيبه. لكن ما تزوجش يباني تفتح
نكشفوه ونهضوا من ممتلكاتنا، رفعوا سيارتنا، وهذه توا في صفيت عندي حوش ضربوها ودمروها وحرقوها، عملوا فينا عمايل بياخذوا لي حقي وياخذوا لي بيطار ولدي وزوجي. لم تكن حياة الأمازيغ في جبل نفوسة حياة قتال طوال فترة الصراع، فمع نهاية شهر يوليو تموز وبعد أن وهنت قبضة قوات القذافي بشكل واضح تحت وقع ضربات النيتو وهجمات القوات المعارضة، سنحت الفرصة لسكان الأمازيغ في مدن جبل نفوسة بالبدء في إعادة بناء حياتهم من جديد، ولكنهم في خضم ذلك لم ينسوا توثيق ما مروا به خلال فترة القتال. ففي مؤسسة في يفرن جمعت مجموعة من النساء شهادات ممن قالوا إنهم ضحايا القذافي، وحاولت التعريف بما وصفته بمجزرة القلعة، وقام سكان المدينة بإقامة معرض قالوا إنه يضم ما يصفونه بنماذج لجرائم نظام القذافي. حاولنا بقدر الإمكان أن نبين الجرائم اللي دارها الطاغية للشعب الليبي. هنا عندنا أمر القذافي كتائبه باغتصاب نساء ليبيا، لا لشيء إلا لأنهم يبقوا الحرية وأنهم وقفوا مع ثورة 17 فبراير. الصورة اللي تبدل كتائب الطاغية اللي هم أسروا ثوار 17 فبراير، منهم من طلع مظاهرات وطالب الحرية ومنهم أشخاص مدنيين. بعدين هذه الصورة تبين أن كتائب القذافي قامت باستغلال المدنيين كدروع بشرية. هناك قابلنا خديجة التي عاشت في طرابلس ثم غادرتها إلى يفرن متطوعة لدعم المقاتلين على الجبهة. بالنسبة لي أنا كنت في طرابلس يعني محاصرة، فجيت هنا يعني حرية تامة، أحلى حاجة يعني هذا اللي نبوه. فلقيت يعني قدامي بنات بلادي يعني قوموا بأعمال، وأنا من غادي يعني طاقة نبي نفرغها. ممكن أنت تشتغل يعني في حياة تامة يعني العمل يعني كتير وما تتفرج. من كان يعلم ومن كان يدري يصير هيك في جبل نفوسة، وكلام موجع طالع من صدري لكل من حاول يهينا ولا يدوسه. يا إخوان شوفوا القلعة وتاغمة ويفرن والزنتان، كيف صامدين شجعان ومعمر يقول عليهم الجردان. رافعين علم الاستقلال أحمر وأكحل وأخضر ونجمة وهلال، ورجالنا لوت وجاد وككلة والرجبان، الله معاهم ينصرهم على الخوان. اللهم أمين إن شاء الله. مع مرور الوقت بدأت ملامح غياب نظام القذافي عن تلك المدن تتضح بشكل أكبر، لا سيما مع إتاحة الحرية مرة أخرى لتعلم اللغة الأمازيغية. وفي نالوت انطلقت إذاعة تبث باللغة الأمازيغية. أمتى فتحت الإذاعة؟ فتحت من الأول على القذافي، يعني على الوعي متاع السياسي وغيره وغيره. وأنا قدمت باش نقدم في الإذاعة برامج ما قبلونيش، يعني نجح في امتحان، لكن قلت لهم، قلت لي مدير علاش ما نديروش يعني برامج باللغة الأمازيغية؟ قال لي شنو تقول هذاك وين من غير ما تطرد. يعني الثوره هذه فرحان هالبال يعني، وكل الناس اللي في نالوت
ان كل الامازيغ والكلمه الامازيغيه وهو حلمنا منها اللغه هذه 40 سنه. يعني مستكثر فينا حتى في الاذاعه ولا في الراديو، يعني حتى في التليفون يبي يمنعها. غناك يعني عن مدارس وطبعا ان شاء الله ان شاء الله يعني تصلح الامور. وبينما غابت سيطرة قوات القذافي على مدن جبل نفوسة، كانت المعارك لا تزال مستمرة عند نقاط حيوية أخرى في ليبيا. ففي 11 من أغسطس آب على سبيل المثال، أعلن المعارضون للقذافي سيطرتهم على جزء من مدينة البريقة الغنية بالنفط، بينما أكدت قوات القذافي سيطرتها على الجزء الآخر في غرب المدينة، وهو الجزء الذي يحوي المنشآت النفطية. ولكن الأطراف المتقاتلة كانت تعرف جيداً أن المعركة التي ستحسم الصراع هي معركة طرابلس، وكان الذاهبون والعائدون من جبهات القتال الأخرى في هذه المرحلة مثل الشابين اللذين التقينا بهما سابقاً حسن وسعيد يدركون تماماً ضرورة الإسراع في التقدم نحو طرابلس لكسر شوكة قوات القذافي. وفي 17 من أغسطس قابلنا في جادو مجموعة من الأمازيغ المقاتلين من مدينة زوارة المتاخمة للعاصمة طرابلس، واستمعنا إلى مشاعرهم عن أيام الحسم القادمة. نخول تمر جادو نك تمر جادو نازلين الشريط لصبراطة غنغي بشير نغلان غادي لنغادي كصبراطة تمش نديس عام في الصبراطة الصبراطة تمر إن شاء الله أنظر تربعي القدافي للان غادي بشير نيتوكول زرم ديس ماشيين دهانيت أنا في ليبوشيرن غالا لان غادي غير ليبوشيرن ده باقي هضاودن. This driver is Amazigh from Libya. زوارة تامور. تورا هم في الجبهة هنا وضل صبرات إن شاء الله. إنش دي بوشيرن لدي دي بوشيرن هاني تقول. الله أكبر. تامور تاعي. ماشين زوارة إحنا. سويلو. غضوة إن شاء الله. سويلو رتلا. أي تشاس تامور إن شاء الله. تامور زوارة إن شاء الله. وأنا جزين إيه وتمزق توز. إن شاء الله تنارك تامور غادي. إن شاء الله تامور تبو. إيه. صف الأغراض العامة صف. الله أكبر. خلال الأيام الأربعة التالية تسارعت وتيرة التقدم في المعارك بشكل فاجئ حتى المعارضين للقذافي. فمن الغرب تقدم المعارضون عربا وأمازيغ باتجاه طرابلس معلنين السيطرة على المدينة تلو الأخرى. وفي 21 من أغسطس دخل معارض القذافي العاصمة الليبية التي ظنها البعض في وقت سابق حصنه المنيع، فسقطت في أيديهم. ومع نهاية ذلك اليوم امتدت سيطرتهم إلى نحو 90% من العاصمة. وعندما سقطت العاصمة كلها في أيدي الثوار بدأت الاحتفالات واستمرت لأيام عدة. هناك وجدنا وجوها مألوفة مثل العقيد عبد الهادي الذي قابلناه في مركز تدريب نالوت. والله السرور مش عادي، غير يعني واحد ما يعرفش حتى كيف يعبر على الموقف الموجود بعد 42 عام يسقط الطاغية بهذه السهولة وبهذه السرعة. هذا دليل على المثابرة وأن الوطنية موجودة في ثوار الليبيين بصفة عامة. والله نشكر كل المواطنين الليبيين كلهم الثوار اللي حققوا هذا النصر الكاسح على القذافي وعوانه إن شاء الله. الشهداء الله اكبر ما شاء الله الشباب منورين طرابلس وشباب نالوت الكل ما شاء الله بارك الله الله اكبر. أما بالنسبة للشابين حسن وسعيد اللذين كانا قد توجها معا إلى جبهات القتال فلم يعد منهما سوى حسن، أما سعيد فقد قتل إثر إصابته في المعارك في نفس اليوم الذي التقيناه فيه ودفن في قريته خارج مدينة يفرن. لأن رفاق سعيد من الأمازيغ الذين بقوا وشهدوا هروب القذافي من طرابلس
شاركوا بأعداد كبيرة في الاحتفالات التي شهدها وسط العاصمة الليبية في سبتمبر أيلول الماضي، محتفين بنصرهم وآملين خيراً بمستقبل هويتهم الأمازيغية، أو هكذا كانوا يأملون.